حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج إيتاج. أنا كرار حباب، فاصل قصير وبعدها منصة الفيسبوك، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك، وما لدينا في هذه المنصة من أخبار وأحداث وترندات قد تكون متداولة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الفيسبوك لدينا بعد انتهاء الزيارة الأربعينية وبعد انتهاء شهر محرم الحرام وبدأت الناس اللي توافدت للعراق من الدول العربية والدول الأجنبية بمغادرة البلد، وهكذا صرح الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري من خلال التدقيق والإحصائيات المعتمدة، فقد غادر البلاد نحو 96% من الزائرين العرب والأجانب الذين وفدوا خلال زيارة الأربعين، و4% فقط دخلوا العراق متأخرين ولا زالت إقامتهم سارية المفعول، وسيستثمرونها لإحياء وفاة النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام في محافظة النجف الأشرف. هذا هو كان الموضوع الأول في الفيسبوك اللي هو بيخص الناس اللي جتي من خارج العراق وأيضا زارت وخلصت وراحت. لذلك أي واحد يقول في الوقت السابق أن الباكستانيين وغيرهم كانوا يجون على مود الزيارة وبعدها يبقون شباب الصوت وبعدها يبقون حاليا، لا، 96% من عندهم هم غادروا. وهذا هو كان موضوعنا الأول. موضوعنا الثاني في الفيسبوك هو موضوع مهم جدا وترند في مواقع التواصل الاجتماعي، فوضى واشتباك بالأيدي في مطار بغداد بسبب تأخير رحلات الخطوط الجوية العراقية. فوضى واشتباك بالأيدي، ربما نشاهد هذه المشاهد بشكل مستمر، دائما ما نشاهد هذه الأمور في مطار بغداد في الخطوط الجوية العراقية. لذلك لنشاهد الفيديو. هذا ما حدث في مطار بغداد الدولي، الفوضى العارمة التي حصلت والاشتباك بالأيدي. لذلك خلينا نشوف بعض التعليقات حول هذا الموضوع. يقول وهاب: والله عمي العراقي سبع، بس بالعراق الطيران يتأخر بكل دول العالم، ما حد يتعارك بس بطولتهم ورجولتهم بالعراق. عمي كل الطيران يتأخر، خطوط عالمية تتأخر، مطارات أوروبية تتأخر، والله لو في أي بلد ثاني ما يفتحون حلقهم لو 10 ساعات تأخير. هذا هو تعليق وهاب الغزي. قدور الحاج إسماعيل الجنابي يقول: إخوان إن ما يحصل من تأخير رحلات الطيران أمر مستهجن تماما ولا يليق بأي شركة خطوط طيران حديثة، وليست شركة عمرها تجاوز النصف قرن. ما يصير هنا، خلينا نشوف التعليق اللي بعده. هم زين ما نحب نسافر ما نعلق على هيك مواضيع، يعني شيء كلش عادي بكل مطارات العالم يصير تأخير بالرحلات الجوية، إلا يمنى لازم تصير عركة وصياح وتصوير. صارت كم مرة حالات تستوجب التصوير وجلبوا لازم كل مرة يسوون نفس الشيء. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع حدث في مطار بغداد اللي كان يعني ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أنه دائما ما يتم معالجة هذا الموضوع. أيضا لدينا
بعد حادث غرق الشابان الشقيقان من أهالي الرميثة في نهر الفرات بقضاء الهلال، الأهالي يطالبون بضرورة توفير مفارز الشرطة النهرية في القضاء وغواصين لإنقاذ هكذا حوادث غرق. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. هسه صارت الحادثة، احنا نريد غواصين ينقذون الموقف، يطلعون الناس. الناس هذه محافظة كاملة اليوم متضامنة ويا الحادثة، وموجود يعني الناس متواجدة، صارها قبل يومين واقفة على وقفة واحدة، إضافة لأهالي الضحايا يعني ما يعني عانوا فوق ما أولادهم رايحين، عانوا من هذه الشغلة أنه أولادهم رايحين وما طالعين لهم بنفس الوقت. محافظة كاملة، محافظة المثنى متوفر بها بس غواص واحد، محافظة كاملة بها بس غواص واحد. زين قضاء، احنا قضاء إلى ثقلة ولا كيانة، يعني قضاء كبير، يعني بي ما بي شرطة نهرية، يعني ما يصير. هذه احنا نناشد باسم المحافظة بشكل عام وباسم قضاء الهلال توفير غواصين بالمحافظة. هذا ما حدث في قضاء الرميثة، اللي صار انه الناس صيادين غرقوا، وهذا الشخص يطالب بانه يقول معقولة محافظة كاملة بها غواص واحد؟ والله ما اعرف، يعني هسه هي المشكلة مو بتوفير الغواصين، المشكلة الناس اللي تروح الصيد، يعني لازم تكون حذرة للمكان اللي رايحت له. يعني هسه الوقايه خير من العلاج، هاي نعرفها. يعني هسه انت تريد غواص خاف يصير، يعني انت رايح تصيد، اولا انت لازم تعرف تسبح، ثانيا لازم انت تتوخى الحيطه والحذر. لذلك مطالبك مشروعه ممكن، يعني انت تريد انه اكو غواصين، بس الغواصين ما ينتشروا لك على كل النهر، مستحيل. لذلك هذا احد المواضيع المهمه. ايضا لدينا في الفيسبوك رفضوا الدية إيمانا بالقضاء والقدر، أي زيديون يسامحون سائقا من الموصل تسبب في وفاة 8 من أبنائهم. يقول توفي 8 شباب وشابات في حادث سير مروع على طريق سنجار الموصل، فقام وجهاء من العشائر العربية بزيارة ذوي الضحايا في سنجار لتقديم التعازي والصلح بين عوائل الضحايا وعائلة السائق الذي تسبب في الحادث. عوائل الضحايا الأيزيديين وافقوا على الصلح دون طلب أي تعويض مالي. هذا هو المنشور اللي كان له صدى كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكل الناس اللي كانت موجودة في هذه الجلسة. هنا عندنا مسؤول في الأنبار في مديرية استخبار ومكافحة إرهاب الأنبار، ضبطته النزاهة الاتحادية قيام بالابتزاز أحد المواطنين وتسلم رشوة منه. يعني مسؤول بمديرية الاستخبارات كم شو يبتز المواطنين. خلينا نشوف الفيديو وكيف تم إلقاء القبض عليه. تنفيذا لقرار سيد قائد تحقيق الأموال المحترم المؤرخ 18/8 تم ضبط المتهم جاسم منتسب استخبارات مركز شرطة الزنقورة بيأخذ رشوة مقدارها 1,000,000 دينار. لا يتعدى يوم ولا حلقة واحدة دون أن نرى في الأنبار ضبط أو اختلاس للأموال أو الرشاوي وما غيرها والمخدرات. نتمنى أن تكون هنالك تحقيقات جارية على طول السنة حتى ما نشوف مثل هذه الأحداث. مشاهدين الكرام، انتهت منصة الفيسبوك، فاصل قصير، ومنصة الانستغرام. وليكم ويانا حذر بعيد.
حياكم الله مجددا في منصة الانستغرام. من غرائب وعجائب الكون أن يكون هنالك أناس غير مسؤولين عما يحدث داخل دائراتهم الحكومية. أغرب ما يتم مشاهدته في هذا العام أو في كل الأعوام هو ما حدث لدى شابان عراقيان يقال إنهما مسؤولين حكوميين. يقول مقطع فيديو مسجل لبث مباشر عبر منصة التيك توك لمنتسبين في وزارة الداخلية داخل مركز للتحقيق، وأثناء التحقيق مع متهمين كامش تليفونه وبث بالتيك توك. خلينا نشوف الفيديو، نرجع نسولف، خلينا نشوف الكارثة. يعني هسه شنو تريد نكبس لك مثلا؟ لو ادعمك دز لك ورد؟ هسه شنو يعني هسه المطلوب مني شنو؟ المطلوب مني شنو انت في مركز للشرطه واللي بجانبك ضابط يحقق مع متهم وانت فاتح بث بالتيك توك؟ ترى هاي من غرائب وعجائب الكون. وانتو موظفين حكوميين يعني شرطه يعني منتسبين، كامش تليفونك وانت وصاحبك ومؤدين روسكم اكبس لك يعني مثلا اكبس لك تريد هسه انت شنو؟ مو عيب؟ زين وين سريه التحقيق؟ عم يا سريه التحقيق عوف التحقيق، انت في مكان حكومي، انت في مركز شرطه تفتح بث بالتيك توك؟ سيد وزير الداخليه مطالب بالتحقيق في الامر. اليوم احنا ما نظل نتفرج على اللي الناس هذا. اليوم احنا ما نظل نتفرج على هذا وغيره. الموضوع ترى مو طبيعي. ما اعرف يعني. خلينا نشوف شنو عندنا ايضا. ضابط برتبة عميد قام بتهريب متهم وإصابة 3 مواطنين في محافظة ذي قار ووزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض عليه. خلينا نشوف الفيديو. يعني وين سعد؟ في الفيديو الذي شاهدتموه الآن هو ضابط قام بتهريب متهم، بل
وأصاب 3 أشخاص بسلاحه الشخصي. لا أحد يعلم ما هي الأسباب. قام بتهريب متهم من سيارة الشرطة وأصاب 3 أشخاص. ما أعرف شنو اللي جاي يصير حاليا بصراحة، ما أعرف شنو اللي جاي يصير. يعني اللي جاي تشاهدوه حاليا هو يعني بصراحة بالأفلام ما موجود، يعني تضابط تهرب متهم وتصيب 3 أشخاص، هاي كارثة أخوان، هاي كارثة. خلينا نشوف شنو صار أيضا في البصرة بعد ما سقط سقف أحد المدارس على الطلاب، انهيار أجزاء من سقف مدرسة إعدادية في البصرة للبنات في البصرة القديمة. خلينا نشوف الفيديو. هاي جيت اشغل الجلوبات وهذا لقيته هادي شاكت اللواحي، هذا السقف كان يوقع كله هسه وقع كلش زين كله وقع. هذا ساحب الكهرباء. الفيديو الذي شاهدتموه الان هو انهيار سقف لاحد احدى المدارس في محافظة البصرة، تحديد في البصرة القديمة. لا أعلم أين محافظ البصرة من هذه الأمور. سقف ينهار يعني مدرسة متهالكة، يعني التربية اللي موجودة في محافظة البصرة، الأبنية المدرسية، كل هذه الأمور. يعني لما وصل السقف إلى حافة الانهيار، يعني هو كان في وقت سابق أنه هو دمار، هو كان متدمر، كان عبارة عن خربة. زين مدرسة للطلاب، يعني مدرسة للطلاب، يعني ترى الموضوع هذا مو سهل نحكي به. يعني لا سامح الله لو رايح طالب أو طالبة بهذا الموضوع، ترى ما حد يرحمكم، أهلهم مأمنين عليهم رايحين للمدرسة يدرسون، مو يوقع عليهم سقف. مثل ما تشتغلون بالشوارع وتشتغلون بالمدن، اشتغلوا بالمدارس. زين إدارة المدرسة، أنت ما تجي تشوف يعني تشوف مدرستك ايش بيها ما بيها، ايش محتاج؟ لو بس محتاج رحلة، محتاج كتب، محتاج مدري شنو، هاي أهم من السقف مثلا؟ لو أهم من البيبان؟ غير نفتهم؟ هذا اللي شاهدته الآن، أتمنى أنه ما يتكرر، خصوصا في محافظة البصرة. الآن لدينا من بارلمبيات باريس اللي مثلنا بها كثير من الأبطال، البطل العراقي محمد أياد يتأهل إلى نهائي سباق 400 متر الخاص بفئة المكفوفين ضمن فعاليات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارلمبية الجارية في باريس. شارك في تصفيات 15 عداء، تأهل ليكون ضمن أفضل 4 ليضمن مكانه في النهائي. كل التوفيق لهذا البطل العراقي محمد أياد اللي نتمنى أنه يحقق نتيجة إيجابية في هذه البطولة، ويا رب تكون يعني ميدالية مميزة من الميداليات الأولى. الآن أيضا لدينا تكاتف داعمو فلسطين لمساعدتها فورا. فيديو متداول لاعتداء الشرطة الأمريكية على متظاهرة مسنة بسبب مناصرتها لفلسطين في ولاية شيكاغو. خلينا نشوف الفيديو. You want me to get your phone? You okay, ma'am? Are you okay? Do you need help? I need my walking stick. You need your walking stick? Yeah. Can I help you up? I don't have a walking stick. I can help you up. Okay? Can I put this to the side and just help you? You got it, you got it. Ready? You got it. I got your glasses. You here. Hold on. Thank you. That's okay. I don't do bad for almost 80. واحدة من أخطر الولايات في أمريكا هي ولاية شيكاغو، بل هي ولاية القتل والحروب، هكذا يسمونها. هم لم يرحموا هذه المسنة في بلدها، بلد الحريات، فكيف يرحموا أطفال فلسطين؟ هذا كان تعليق يونس.
أكبر كذبة بالتاريخ هي الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والقانون الدولي. غزة وفلسطين فضحت الجميع. هذا كان تعليق سمهر. الشرطة في قمع الشعب وليس في خدمة الشعب. العنصرية هي الذي تتكلم وليس الإنسانية. آخر تعليق من ساها يقول: هل يبيع الإنسان ضميره لهذه الدرجة؟ لا نعلم، ربما يبيع الإنسان ضميره وكل الأشياء هذه. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة الانستغرام. فاصل قصير ومنصة إكس، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام في منصة الإكس. في منصة الإكس لدينا ذكرى استشهاد النبي الأكرم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آل بيته الأطهار. في هذا الهاشتاج غردت العتبة العلوية المقدسة: وفاء لسيد الرسل صلى الله عليه وآله، جموع الزائرين يأتون سيرا على الأقدام لمواساة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المصيبة الأليمة. لنشاهد آسيا المقدسة حزنا على أعظم المصائب. العتبة العباسية تعلن: الحداد وتنشر السواد ولافتات الحزن بذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نشوف الفيديو من العتبة العباسية المقدسة. روحي عند غيابها يعيش قلب ليتها يموت وعين عالباب يروحي. هذا ما شاهدته من داخل العتبة العباسية المقدسة. فريدوني مقدم يقول: النبي محمد صلى الله عليه وآله هو خير شفيع لنا، وهذه الشفاعة ليست للآخرة فقط بل في هذا العالم أيضا. إذا أردنا الرجوع إلى الله يمكننا أن نستفيد من قوة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وننمو كثيرا. أن أكبر ندم أهل النار أنهم لم يكونوا لهم علاقة مع النبي في الدنيا. لقد كان استشهاد النبي مصيبة عظيمة للإنسانية. سيد عبد الزهر الذبحاوي يقول: روي أن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام جلس عند جسد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وقال ناعيا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطعت بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سوا، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون. هذا من تغريدة سيد عبد الزهرة الذبحاوي. كوثر تقول: لا تقول وفاة النبي بل قل استشهاد النبي عن أمير المؤمنين عليه السلام، فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات شهيدا، فإياك أن تقول إنه ميت. هذه كانت تغريدة كوثر. نعم، نحن نعتقد باستشهاد النبي الأكرم. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة أو منصة الإكس. فاصل قصير و قصة الحدث، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة قصة الحدث. وما لدينا في هذه الفقرة اليوم هو أمر غاية في الأهمية. المجلس الأعلى للسكان يصدر عدة قرارات تخص
التعداد السكاني القادم في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. اللي راح يصير حاليا نبذة مختصرة هو موضوع التعداد السكاني. منذ فترة العراق ما صار به تعداد سكاني، لذلك حاليا راح يتم عمل تعداد سكاني جديد في العراق. لذلك اكو كثير من التوصيات والامور اللي لازم الواحد يسويها. يقول فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل لإجراء الإحصاء السكاني، معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر، دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ليس العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة، الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد، استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات. أما وزارة التخطيط تقول هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية انطلاق مرحلة الترقيم والحصر ضمن مراحل عمل التعداد السكاني 2024 وتستمر لمدة شهرين متتاليين 60 يوم، 30,000 باحث ينطلقون لتنفيذ عملية الحزم والترقيم والحصر الشاملة. هذا من وزارة التخطيط اللي هي تقول مدة شهرين متتاليين 60 يوم، هاي المرحلة مرحلة الترقيم والحصر ضمن مراحل عمل التعداد السكاني 2024، وأيضا تقول 30,000 باحث ينطلقون لتنفيذ عملية الحزم والترقيم، يعني راح يطلعون 30,000 شخص على مود عملية الحصر والترقيم لمدة شهرين 60 يوم. نرجع للموضوع القبل اللي هو يكون الحظر التجوال لمدة يومين 20 و21 بالشهر. أتمنى أنه يكون جمعة وسبت، يعني حتى أتمنى يصادفن بها كذا أيام. هذا هو اللي من وزارة التخطيط. بالمناسبة يوم 20 و21 صادف أربعاء وخميس، هاي عطلة خوش عطلة جتي للموظفين. مشاهدين الكرام، انتهت فقرة قصة الحدث. فاصل قصير وقصة النجاح وضيفة قصة النجاح، خليكم ويانا ما حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، لنتعرف على الضيفة من خلال الفيديو التعريفي ونعود بعدها. هذا العمل بأهم التوصيات هي أولا إقامة ورشات الطيفية للتعريف باتفاقية الأشخاص من ذوي العقل، ثانيا دعم المنظمات الخاصة للأشخاص من ذوي العقل، ثالثا إقامة حركة وصل بين المنظمات والحكومة، هذا جدا مهم. رابعا تشكيل مجلس إشاري لكافة الأشخاص من ذوي العقل، يعني مثلا الأشخاص الشريحة المقروفين، مثلا الشخص من ذوي العاقة البصرية والسمعية والحركية. خامسا دعم الأشخاص من ذوي العاقة من خلال وسائل إعلامنا في البلاد بما لها من دور مهم ببث الوعي لأجل هذه القضية. دعم دولي وداخلي، لأنه مثل ما تعرفون وسائل الإعلام جدا مهمة. ثالثا تسخير جميع الجهود لتدريب كوادر في المؤسسات التدريسية كافة لتعليمهم لغة الإشارة للصوت وطريقة الرايت للمفهوم. شهد أكرم هي ضيفة برنامج إيتاق وقناة الأيام الفضائية. حياك الله يا شهد، ضيفة عزيزة في برنامج إيتاج. الله محييك أستاذ، شكرا جزيلا. شهد، أنت لاعبة ورياضية، لاعبة رماية وأيضا ناشطة مدنية،
أيهما الأقرب إلى قلبك؟ والله كل مجال بحياتي مريت به هو الأقرب إلى قلبي، لأن تعبت بهذا المجال، كل المجالات بحياتي تعبت بيها ولاقيت نجاح مميز بها الحمد لله وشكر توفيق من رب العالمين. شباب علوا لنا الصوت، ما أعرف ليش نصه. شهد، أريد أسألك عن البدايات دائما، كيف كانت البدايات؟ طبعا كل بداية صعبة، وأنا كانت بدايتي جدا صعبة لأنه كنت مريضة من جيت للدنيا، كنت مريضة وفي حالة إعاقة بسبب حادث أصاب والدتي، لكن الحمد لله والشكر بعد ما تعبوا وياي أهلي قدرت أوصل لهاي المرحلة وقدرت أتخطى جميع الصعاب. يعني أنا ممكن طفلة أنام يعني سنة ونص كامل أنام بالمستشفى بسبب وضع الصحي، لكن الحمد لله والشكر بعد تعب أهلي وتوفيق من رب العالمين قدرت أجتاز هذا الشيء وسجلت مدرسة. لكن عانيت بصراحة بصعوبات كلش قوية، لأن تعرفون المجتمع العراقي يرفض، خصوصا سابقا يرفض الأشخاص من ذوي الإعاقة، وعانيت بالمدارس بتسجيلي لأنه ماكو اندماج للأشخاص من ذوي الإعاقة. لكن هسه الحمد لله والشكر الوضع اختلف، قدرت، ولهذا أنا كان عندي حب للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة. أنا حاليا في مدافعة ومتحدية في تجمع المعوقين في العراق عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وسفيرة الإعاقة. ليش؟ لأنه هذا المجال كلش يعني لي وأحبه، لأن أحب أدافع عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، ما أريدهم خصوصا النساء ما أريدهم يمرون بالمصاعب والمتاعب اللي مريت بيها. زين شهد، شنو أبرز التحديات اللي يعانون من عندها ذوي الإعاقة، وشنو الأشياء اللي تحتاجوها من الجهات المعنية؟ والله أستاذ بصراحة المصاعب جدا كبيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة، خصوصا يعني منين أبدي لك، هي كثيرة طبعا، من بنى تحتية، من تعليم، من عمل، من حق الوصول للمعلومة. مثلا عندنا الأشخاص الصميعانون من حق الوصول لهم المعلومة، مثلا ماكو خبراء إشارة في المجتمع، فهذا أيضا انتهاك لحقوقهم، هاي من أبسط الأمور. المكفوفين أيضا ماكو بنى تحتية تنصفهم، والعصا البيضاء جدا صعوبة لهم، فهذا هاي الأمور كلها تسبب عوائق عمل كثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة خريجي لكن ما عندهم عمل. حتى اللي مو خريج يجب أن يوفروا له عمل حق الحياة الكريمة، وهذه موجودة بنودها في الاتفاقية الدولية اللي العراق هو طرف بيها. صراحة كثير أمور نطلب من الحكومة ومن قناتكم، طبعا مشكورة قناتكم أن سلطت الضوء على هذا الشيء. أحب أوصل صوتي أنه الأشخاص من ذوي الإعاقة يجب دعمهم، يجب مساندتهم، تفعيل القوانين كافة. هسه بالجديد الحمد لله تفعل، والله هو متفعل 100% قانون 38، لكن الريد يعني بعد أكثر للأشخاص من ذوي الإعاقة. زين شهد، الرياضة يعني كانت مهمة في حياتك، هل لازلتي تمارسين الرياضة لو أكو انقطاع؟ طبعا اني من كنت طفله انا شغوفه بالرياضه بصراحه، فاهلي قالوا لي انه ما تعوفين الدراسه على مدى الرياضه، لانه الرياضه هي مو يعني مو مستقبل مثل الدراسه. فاني وعدتهم قلت لهم انه اني اجتهد بالثنتين يعني. فالحمد لله والشكر اجتهدت بالرياضه واجتهدت بالدراسة الحمد لله والشكر. أنا ماجستير فلسفة والرياضة حصلت الرابع عالميا ما شاء في الله. بطولة العين الإماراتية. زين شنو أنت الفئة مالتك بالرماية؟ أنا رماية مسدس. رماية مسدس حصلت المركز الرابع في بطولة العالم. نعم بمشاركة 48 دولة. زين يعني على مستوى العراق أنت أكيد ماخذ الأول هواي مرات. أي أكيد عندي بطولات، عندي ذهبية، عندي فضية، عندي برونز، كل شيء عندي الحمد لله. زين إيش عجب ما شاركتي في باريس؟ والله أنا تركت حاليا لأنه يعني صار لي تقريب سنة تركت. ليش؟ لأنه تعينت الحمد لله وشكر بالتربية. زين. ونفس الوقت أني ناشطة مدنية في تجمع المواقعين في العراق، فما عندي وقت بصراحة. وحاليا أني مسؤولة الدائرة الخامسة في سفراء الشباب. زين. يمكن تعرفوا حضراتكم برئاسة الوزراء،
فيعني كلش ملتهية وما عندي مجال. وتعرفون الرماية مو لعبة سهلة أو هينة، إنه لازم تتمرن من الصبح لليل، فهذا الشيء يعني اللي خلاني. لكن بين فترة وفترة إنه أمارس ال شلون الهواية مالتي، وأني لاعبة نادي الجيش يعني بين فترة وفترة أروح أتمرن عندهم. شهد، منو كان الداعم المستمر في حياتك؟ والله أهلي بصراحة، طبعا هو توفيق من رب العالمين الحمد لله والشكر، لكن أهلي كلش يعني تعبوا وياي. والدي الله يرحمه ووالدتي الله يحفظها لي، طبعا ما أنسى إنه أخويا أختي حتى يعني كل أهلي إن كان زوج أختي إن كان زوجة أخويا، يعني كلهم كل شخص مر بحياتي ألف الحمد لله والشكر هو كان داعم ومساند إلي. والدليل القلادة مكتوب أمي أو أخي ما جاء أقرأ أمي الله يحفظها لك. زين عينك تسلم. شهد، حدثيني عن المنظمات المجتمع المدني، أنت ناشطة مدنية، حدثيني عن هذه الأنشطة، المجلس الأعلى للشباب وغيرها وسفراء الشباب، شنو دورك؟ شلون بديتي؟ من اللي خلاش ترحين لهذه المجالات؟ حدثيني عن هذا الموضوع. طبعا بصراحه انتميت لتجمع المعوقين بالعراق، وبعد ما كملت الماجستير انتميت لهذا المجال، لان قلت لك اني شغوفه بالدفاع عن حقوق ذوي الاعاقه، احب اقدم لهم شيء، ما احب يعانون مثل ما عانيت انا. بصراحه معاناتي كلش قويه، حتى حلقه واحده ما تكفيها، فما احب هذا الشيء يعني يمرون بي. فانتميت لتجمع المعوقين بالعراق، طبعا ان نشاطات جدا قويه وصلت على اطار يعني مستوى خارجي ومستوى داخلي، يعني كلش عندنا نشاطات، تقرير الظل اللي الاتفاقية الدولية في جنيف أيضا همينا إن دور بي في تجمع المواقعين في العراق. فكثير من النشاطات الحمد لله والشكر قدرنا نثبت وقدرنا نحسن من واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة، خصوص سفراء الشباب المجلس الأعلى الحمد لله والشكر. طبعا أنا كنت بالعمرة وطلع القبول ماتي، فخابروني قالوا انه لازم انت تجين حتى نقابلك، اما نقبلك او يعني نرفض. قلت لهم انا بالعمره يعني انا شلون اجي؟ عمره مقبوله ان شاء الله. شكرا. فقلت لهم يعني بينه مالي نصيب، قالوا دزي السي في. فدزيت السي في ماتي، كلش انبهروا بي، قالوا يعني انسان من ذوي الاعاقه وهيك، يعني احنا بالعكس احنا محتاجيك. فالحمد لله والشكر قبلوني من دون ما يقابلوني. من رجعت البغداد الحمد لله بعد ما أكملت مناسك العمرة، رجعت البغداد التقيت بهم، كلش يعني فرحوا بيها، قالوا يعني أنت يعني شون إضافة لهذا البرنامج. جميل. الحمد لله أنا يعني انتخبوني مسؤولة الدائرة الخامسة. جميل جميل. زين شهد، شنو المستقبل؟ شنو راسمة لمستقبلك؟ شنو الخططش للمستقبل؟ والله أنا شهد ما توقف عند حد معين. زين. طبعاً أحب يعني أستمر بطموحي. زين. طموح ما عنده توقف. أحب أكمل الدكتوراه البروف، أحب أصير يعني سند للأشخاص من ذوي الإعاقة عموماً والأشخاص الغير ذوي الإعاقة يعني بشكل عام. يعني كيف يكون الإنسان سند وهو بحاجة إلى سند يا شهد؟ شلون؟ كيف يكون الإنسان سند لأحد وهو بحاجة أصلاً إلى سند؟ هذه رسالة عظيمة. أنا كلش أحب أساعد الآخرين، لأنه الحمد لله أشوف نفسي يعني أني رب العالمين ساندني، وهذا أعظم شيء طبعاً اللي أنا وصلت له كله توفيق من رب العالمين. أكيد أكيد. زين شهد، شنو نصيحتك للناس من ذوي الهمم؟ شنو الرسالة اللي تحبين توصليها لهم؟ طبعا احب من قناتكم الموقره احب اقول لهم انه لي يأسون، خصوصا النساء، اطلعي واجهي المجتمع حتى لو يتنمر عليك، واجهي كل شيء، واجهي بحياتك الصعاب واجهيها، كوني قويه، كوني حققي اللي تريديه اللي انت تحبيه، لا تقفين عند حد معين. وكل الاشخاص من ذوي الاعاقه هاي رسالتي لهم انه ما يئسون، ابقوا عندكم امل، لان رب العالمين صدقوني مثل ما شهد حلمت. انا من كنت طفله، طبعا احكي لكم هاي القصه صغيره، من كنت طفله اني نايمه مستشفى ابن القف العسكري، طبعا اني طفله وحيده نايمه بين عساكر. زين. لان هي كانت عسكري في الزمن الماضي. نعم. ف
كنت احلم انا وطفله اللي وصلت له هسه، احلم انه ادخل الله. مدرسه، انه ادخل كليه، وحتى اسوق سياره واتعين، كله هسه سبحان الله شريط حياتي هسه اللي مريت بيه كله والله حلمت. الاحلام خلقت لتتحقق. نعم استاذ، فانا هذا اللي اقصده، انه يعني انا احب اكون نموذج يعني تقتدون بي، لا تقفون عند حد معين، يعني أخذوني نموذج حي. أنا أقول لكم أنه ظلوا أحلموا لأن رب العالمين أكيد. مستحيل يضيع حلمكم. أكيد، وإن شاء الله هاي رسالتك وصلت، وهاي القصة اللي تكلمت بيها هي فعلا الأحلام لازم تتحقق. شكرا لك يا شهد، ضيفة عزيزة كنت على قناة الأيام الفضائية وبرنامج إيتاج. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاج، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقول لكم في مالا. Thank you.